خلص تسافر لا تقول قاطع. يعني الواحد اللي عنده قصص سواء قصص خلوه فيها محبه فيها شيء من علوم الزنا يعطيناها. وانا ترى عندي قصه جاهزه الحين كان يقول لي داري صح؟ حضر من الجوال يلا خلص. يلا هذا ثلاثه اخواني الربع. الاول يطول العمر الكبير منهم ما عنده الا بنت واحده. والثاني يطول العمر عنده سبعه عيال. والثالث يطول العمر ما عنده الا ولد واحد. وكبروا يطول العمر مع بنت عمهم ذي بلا واحده. وكبروا اخوان السبعه وذا اللي واحد بالحاله ما عندها اخوان. وكبروا معهم خبرين البدو تكبر البنت بنت عمهم تنها اختهم. صح. لما كبروا يطول العمر وجاء سن الزواج قالوا السبعه قالوا يلا يتمالون من اللي ياخذ البنت. المهم يطول العمر ذا اللي ما عنده اخوان يبي البنت فراح لابوه. قال يبا انا ابي بنت عمي. قال ان عاد عيال عمك ما هم خلينك عيال عمك اكثر منك واشجع منك. وهو شجاع ما في قصور لكن الحين عيال عمك كثرة تقلب الشجاع عمه سبعة اخوان. المهم يطول العمر قال انا ابيها. قال معي بيزين الله كل امر. المهم يطول العمر يوم جالك اليوم يواجه بنت عمه. قال اسمعي انت تبيني ولا ما تبيني؟ قلت له والله اني ابيك. قال هجل الوعد في المحل الفلاني لغابة الشمس. قال بس خلاص. يقول في المنتحر راح يطول العمر يوم غابت الشمس لو والله انا جايته. وهو يطول العمر يطق وياه يطول العمر ويجون ذيك الديره يفضون هي بيتزوج اي هاجرون يطول العمر يروحون يطول العمر يدخلون ذيك الديره يطول العمر ويزوجونهم ويعرس بنت عمه. أما يطول العمر ابعد الرجال ابعد من ذوليك العرب وعلى انهم يعني خلاص ما عادهم جايين ما عادهم قاربين. ها وعلى طلعته يطول العمر فطلعوا من السبعه اثنين اقوى السبعه بيجون اقوى السبعه الاخوان. قالوا والله ما نرجع الا ذابحين ولد عمنا وجايبين بنت عمنا. أوه. وهم يعني اقوى اثنين في السبعه. إيه؟ المهم يطول عمر ويروحون. نزلها بلبس بيبر الحين. يقوم انا لبك تاب. الاخوان ذول يطول العمر يطلعون. يوم طلعوا الرجال عاد راح هو امرته. يطول عمر يوم جاء ذاك اليوم. اسلم. يوم جاء ذاك اليوم الشيخ اللي عنده لا الشيخ اللي مستضيف هنا الرجال هو بنت عمه في القبيله اللي معه يطول العمر عقب ما تغدوا اللي معه ارنب يمسح على بطنه. قال لي الربع من اللي شاف لي المرات اللي بطنها مثل بطن ذا الارنب وارنب صغير في نط واحده من المجلس. قال انا شفتها. قال لي اسكت سكت يطول العمر يوم راح الرجال وينادي الرجال ذا. قال وين المرات اللي انت شفتها اللي بطنها مثل بطن ذا الارنب؟ قال مرات الضيف اللي جانا. الضيف من هو؟ اللي طاق من عيال عمه. قال بس زانت الحين هذا لقى قدامه ذبح الله الضوء. المهم طويل العمر يوم جاء بعدها بايام ويروح شيخ القبيله قالوا اسمعوا روحوا للضيف وعلموه انه بنغزى على الريجين هو بيغزى معنا ولا لا. هو شجاع مصيبه. يوم جاء العلم طويل العمر قال انا اروح لو تبوني قدامكم انا معكم منكم وفيكم. المهم طويل العمر يروح معهم شيخ القبيله بيغزون على القبيله. يوم اقبل على القبيله طويل العمر وهو يلتفت شيخ القبيله قال انا نسيت انا خاتمي. قال هيا بنروح احد يجيب الخاتم. قال لا انا ما اقدر اني غزي قبيله الا بذا الخاتم وانا بروح لاجيبه من القبيله وبعود عليكم. قالوا خلاص يبي يعود عشان يستقفي. الله يوم عود القبيله طول عمره وهو يد خاتم خابرين بدوان اول عادي تدخل شيخ القبيله بيقلط بيعين القهوة والعلوم الزانه طول عمره وهو يقلط على مره الضيف. سلام عليكم وعليكم السلام ايش حال اسم الرجال هذا كلامي طول عمر. قال تقهوا يا شيخ القبيله تعطيه الفنجان. يوم اعطته الفنجان فهو يمسك يدها. يمسك يدها يطول عمر اللي طرتها بالدله اللي هي واسمتها فوق حاجبه. يطول عمر والله يقوم شيخ القبيله هو يروح ينادي له الريجي الاثنين. قال اسمع روحوا وعلموا الريجي خليهم يعودون ما عندنا مغازي على القبيله. قال خلاص. وصل العلم يطول عمر للريجي ذول. يوم وصل لهم قال الضيف من شجاعته قال اننا غزينا اول ما عجي جداننا ما نبي نرجع. والله انه غازي اللي بغازي معي مرحبا واللي مو بغازي كيف من شجاعته فراحوا معه ناس من مستجد. من ذا القبيله راحوا معه ناس فغازوا على القبيله كسب له طول عمر خيل ومهره كسب له حول 10 من البل رجع بالحاله كسبه بالحاله. وراح الرجال طول عمر فوسم البل بوسهم وسم قبيلتهم الاول اللي هو عيال عمه وابوه وجدانه. الرجال من يوم تغير مرته متغيره عليه ما حد في مرته الاولى تغيرت عليه. تقول يا رجال خلنا نعود القبيلتنا عيال عمي بينسون السالفه وعدهم دارين. في شك طول العمر يوم شك طول العمر قال اسمعي وهو يتل السيف طول العمر قال نذر ان اغزه في جديري علميني
انت جايس بلا وش اللي حاصل؟ قالت العلم واحد اثنين ثلاثه شيخ القبيله جاني وكذا كذا كذا. قال طيب وش اللي يصدقني كلامك؟ قالت اسمع روح معك تعين فوق حاجب على اليسر واسم واسمتها بالدله. قال جي وهو يطول عمر يجي ويوم دخل على شيخ القبيله لا والله الرجال موسوم على نفس الوصف اللي قالت امرتك. يطول عمر قال يا شيخ القبيله احنا استاذنك احنا ماشيين طول عمر معودين صوب ديارنا لا يبي عشان الرجال استضافهم في قبيلته ما يبي يعني يبي يروح اي يبي يروح بخيله وشره. يقوم الرجال يطول عمر ويروح وياخذ البليط العمر ياخذ الخيل ومهره اللي كسبه يروح هو امرته. هذا عمر يوم قدم من نص الطريق قال لا امرته تزهمه تكفايه فلان العلم وشو قلت القوم ورانا اثر شيخ القبيله قال اجمعوا لي 30 فارس اشجع الفرسان ولا في قلوبهم راح بنروح بنذبح الرجال بننهب المره. ايه ما هو عايط العمر الا المره تعتزي ذا اللي ايش قامت قالت القوم ورانا يوم التفت له والله 30 رجال 30 فارس اللهم الله صفيني يبون يذبحونه. قال اسمعي واخذي يا طويلة عمر البل وروحي اقرب وادي تعينينه ابي بيت الشعر لين جيت. هو الرجال مشياع مرهي شجاع يحيي عينه. قال اسمعي روحي بلبل ولا عينتي الوادي في ابني بيت الشعر وعني بجيت. قالت خلاص. المهم يا طويل العمر ياما هو على الخيل وراكب من الخيل لو انتم خبرين المهره عند امها تلف وتدور صح والمهره اول ب 40 مطيه غاليه المهره ما حد يعينها. وهو دحين على الخيل والمهره تدور على امها فوق ما يطول عمره فانحر المهره يبي له انطلق على الريجي ما يحود بينه وبين الريجي شيء من شجاعته. يوم شاف الشيخ القبيله وهو يلتفت على الريجي معه قال هو ايش قام يذبح المهره؟ قال يا شيخ ما عليك من انا بنروح بنادحه. قال لا علموني الرجال ليش ذبح المهره اللي ب 40 مطيه علمه ليه؟ قالوا اكيد انه يعني من شجاعته يبي له انطلق علينا ما يحود بينه وبين بيننا وبينه المهره. يا حيه والله. قال تدرون مع ابن ابي وهو يدورون يطول العمر ويعودون. يوم توكد الرجال انهم راحوا في عود على امرته. يوم جاء امرته يطول العمر اللي هي حلبه البل وحلبه الغبوق يطول العمر وبيت الشعر ما ادري يطول العمر فيدخل على امرته ويعلمها بالشعره. المهم يطول العمر ها يوم جاء المغرب حزوه المغرب يطول العمر الا عيال عمه اللي طالعين الاقوياء ذيك اقوى عيال عمه يقول والله ما نرجع لان ذابحين ولد عمنا وجايبين من عمنا لانهم شاطحين الوادي يوم شطف الوادي يشوفون اسم البل فدروا ان اللي عند بيت الشعر انه ولد عمهم وامرته وجون يطيل عمر لين صكوا على الرواق عند الرواق قالوا بس بتغيب الشمس وبندخل عليه بنذبح وبناخذ بنت عمنا. يطيل عمر يوم جد امرته معطتها غبوه قالت اسمع انا اسالك بالسؤال واحد يوم انك نصيت القوم بالحالك 30 فارس قدامك شو تمنيت؟ قال تمنيت معي ولد عمي فلان وفلان اللي خصمهم اللي عند الرواق يبون يذبحونه. قال انا يوم نصيت القوم بالحالي ما تمنيت الا فلان وفلان. يطيب راسه اللهم يسمعونه عند الرواق اللي هم داخلين عليها ابشر بسعادك ابشر بسعادك من تبينا فيه من تبينا فيه. طول عمر يعلمهم بالسالفه قالوا هاي اجل عودوا معنا انتم بنت عمي على حرامكم في وجيهنا يوم راد الهوى سلمت صح الله سلامتكم.